بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك يا مولانا بفضلك وكرمك ومنك وإحسانك تجعل الصعب سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم طاقة نور. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل أيامنا أيام خير ونور وسعادة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هكذا قال ربنا جل وعلا في سورة التوبة، وهذا خطاب من الله العليم الحكيم لرسوله الأمين ولصحابته ولجميع الموحدين، أنه عند أخذ الصدقة والأموال والزكوات ينبغي لكل مسلم أن يدعو لكل مزكي، أن يدعو لكل متصدق، أن يخلف الله الكريم جل وعلا عليه بالخير والنماء والبركة، كما فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول: اللهم صل على فلان وفلان. وهذا دعاء من سيدنا ومولانا رسول الله بالبركة والنماء في ماله. وربما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على أبي أوفى، اللهم صل على أبي أوفى. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل بناقة من أموال الزكاة، فدعا له رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه بالنماء والبركة في هذه الناقة. يقول الإمام الشافعي طيب الله ثراه أنه ينبغي لولي الأمر، أنه ينبغي للعالم، أنه ينبغي لكل رجل أن يدعو لكل متصدق ولكل مزك بالنماء والبركة. الصدقة لها فضل عظيم عند الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. مشاهدي الكرام في كل مكان، هنيئا لمن زكى لله، هنيئا لمن تصدق وأنفق ماله في سبيل الله. واعلم تمام العلم أن المال الذي في يدك ليس مالك، إنما هو صاحب الملك والملكوت، والمال الحقيقي إنما هو رب العرش جل وعلا. قال تعالى في سورة النور: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال رسول الله صلوا عليه جميعا صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.